بهدف تأمين الخدمات الإسعافية للمتضررين من الزلزال، بدأ المشفى الميداني لجمعية التنمية للحياة والسلام اللبنانية في مدينة حلب بتقديم خدماته للمتضررين، حيث يحوي المشفى على أجهزة طبية منوعة وفريق طبي مسعف بالتعاون مع فريق طبي من مديرية الصحة بحلب. هدول الخيام من دولة سلوفاكيا موجودين معنا على الأرض، حبوا يساعدونا وشاركوا مديرية صحة حلب والدولة السورية. عم بيقدموا الخدمات اللي بيحسنوا عليها ضمن إمكانيات اللي جايبينها معهم، وهي خدمات رائعة. يعني عندهم أجهزة للقلب، عندهم مشان الربو، عندهم أجهزة تنفس، جايبين معهم أكسجين، يعني أي شيء بيحسنوا عليه ما بيقصروا. نحن هذا المشفى مجهز غرفة طوارئ، كمان زيادة على مع أدوية ومع مونيتورز للقلب، مونيتورز بيفحصوا الضغط، بيفحصوا الأكسجين، كل شيء لحتى نراقب المريض. في عنا كمان مكنة تنفس أوتوماتيكي، في عنا أسطوانات أكسجين، في عنا مكنة أكسجين. المشفى يقدم إلى جانب العلاج الآني أدوية مجانية لمتضرري الزلزال، إضافة لمتابعة الأطفال نفسيا وجسديا وفق نظام معين يتم خلاله استقبال الحالات وتشخيصها. طريقة الاستقبال كانت كنا عم نستقبلهم برا، عم نسجلهم بياناتهم كلها سوا ومع أرقام أكيد، وعم نفوتهم بالنظام لعند الدكتور المختص اللي عم بيكون ناطرهم جوا، وأكيد مع توزيع أدوية اللي بشوفها مناسبة الحكيم هو بوزعها. جينا على جمعية التنمية للحياة والسلام، عم شوف الأطفال اللي تضرروا بسبب الزلزال سواء نفسيا أو جسديا، بقى في عندهم أمراض، عم نحاول قدر الإمكان دعم نفسي ودعم طبي وعلاجي، يعني ضمن الإمكانيات الموجودة. يستمر المشفى لمدة شهر بتقديم الخدمات بدعم من الحكومة السلوفاكية، ويأتي في إطار الدعم المقدم من الجانب اللبناني الشقيق لمديرية الصحة بحلب. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.